اللي يشري كيلو الحم يتعدى بالعاني قدام جاره يوريها واو عندي الحم انت راك باش تبيت بليش انا راني لابس علي. نحكي معك في حاجه دوريجين معناها موجوده في تونس واللي يشري سبيدري يتعدى سوى طفله ولا ذكر يفايس على صاحبه وانت ما شريتش للعيد انا هاو عندي. يجي مثلا ذا في حومه مثلا شعبيه اجا انت فلان جيب مرتك وجيب اختك وجيب كذا وهاي نهزكم نهارك بمية ألف صاحبي والباقي تمدهولي ماشي ركب وتروح ركب اش باش يعمل هو زويلي ما عندوش وما هوش يخدم. تعتبر احنا كتوانسه بعدنا شوي على دي بعدنا شويه هبل انت الرجال عملت واحد راهو مع مترافستيت ولا الراجل ولا مراهم يقعدوا لهنا ويختاروا لك نهار الجمعه ويلبسوا هادي راجل عامل لطف يا ربي البارح الجمعه اللي فاتت وليت نشاهد انا. هل أنه ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية أدت إلى ارتفاع نسب الفقر وبالتالي ارتفاع عدد المتسولين في الشوارع وإلا التسول ولا ظاهرة في شوارعنا، خاصة أنه وفق آخر الأحصائيات أكثر من 4000 متسول في تونس الكبرى فقط وتصل مداخلهم إلى 100000 دينار. والله التسول معناتها موجود من قبل هو بكثرة وزاد كثر توا خاطر سبحان الله بشر حتى باش يمشي طيب حاجة عشيه تتكلف له أقل حاجة أبسط حاجة معناها باش يعمل صحن عجة مثلا في الدار يتكلف له ب10000 ما بين خبز وعظم وشوية خضرة وكي يجي سيدي رمضان يكثروا بتبيعاتهم هما تولي هذيك فما شنو اللي يخليهم يكثروا؟ فما اللي مستحق بالحق تلقاه عنده مثلا إعاقة مزمنة ولا تلقاه مريض ولا ما عندوش مثلا أنتريت ما يجي باش يدخل مثلا للسوق باش ياخذ شويه فلفل وشويه مع شنو سلطه بشويه تكلف له ب20000. انا بطبيعتي عندي نصبه متاع غله صدقني معناها يجيك يقول لك عايش ولدي وزل لي كعبه برقدين باش نتعشى بها ماشي نخدم يوزنها يلقاها ب 1200 وب 1500 اللي هي كعبه اللي كانت 1500 في عهد بن علي عبي بها ساشي ما شاء الله يروح بها الصغار ويتعشى ويبيت فرحان. وقبل كانت الرحمه خاطر كانت الأسوام رخيصة كان الجار مثلا يعطي الجار وكي طيب بالحم يخرج هكا الصحاين مثلا يقول فلان زويلي نعطيه ولا مرأة تحس بجارتها ما عادش موجود بكثرة توا ولا فيس الحم اللي يشري كيلو الحم يتعدى بالعاني قدام جاره يوريها واو عندي الحم انت راك باش تبيت بليش انا راني لاباس علي. نحكي معك في حاجة دوريجين معناها موجودة في تونس واللي يشري سبيدري يتعدى سوى طفلة ولا ذكر يفايس على صاحبه وانت ما شريتش للعيد انا هاو عندي لبس. ولينا نعيشوا برشا بالمظاهر في تونس. نعيشوا برشا بالمظاهر وان شاء الله ربي يفرجها علينا ولا امة محمد. انه الاوضاع الاقتصادية اللي تمر بها البلاد زادت ادت لارتفاع عدد المتسولين في تونس والا فما ظاهرة متاع تسول في تونس معناها فما بعض الاطراف تستغل. التسول حتى في الاوروب موجود التسول اما هما متطورين علينا. كيفاش متطورين؟ متسول تلقاه لبس ب 400 دينار ويتسول بضخامه. كيفاش بضخامه؟ بضخامه يعمل لك جيتار يعمل لك بلوطه لهنا حتى انت مثلا تبدا تحوس في الاوروب يحترمك ويتسولك باحترام يسمعك غنيه مزيانه فهمتي تبدا انت متعارك انت وخطيبك ولا حاجه يحط لك غنيه دخلت يدك لجيبك وما ديت فلوس باحترام باحترام يعرف كيفاش يجبدك المتسول في الاوروب. متسول في تونس هناك في العصا مسكين حتى كان هو بالرسمي متسول ويستحق لي يعني حتى كان هو بالرسمي فما بعض الاطراف تستغل معناها ما نحترموش المتسول في تونس فهمتني ما نحترموهوش حقوقه ماهيش موجوده معناها هو تلقاه مطيش يعلم به ربي يكلمك ما عندكش باش ما عندكش باش تعطيه مثلا تقول له ربي نوب يا بابا ان شاء الله مره اخرى ما توجعوش. نحن المتسول تقول له يقول لك اعطيني تبر بشي ربي معاك تسمعوا الكلام. في القانون هذا جريمه يعاقب عليها القانون 6 شهور معناها هل انه التسول؟ التسول هي هو مسكين مخرج يتسول الا ما يعلم به كان ربي معناها ما عندوش حتى باش يتعشى ولا باش يعمل قهوه ولا ما عرفش شنو. اليوم نعتبروا ال 4000 متسول حسب وفق الاحصائيات هم الكل تحت خط الفقر والا فما بعض الاطراف تستغل. فما عصابات نعرفهم انا نعرفوا حق المعرفه يلموهم في كرهبه مع بعضهم ويتعاركوا على البلايس
عبارة في الأوروب يلحم في الغبرة ولا ما لا وعلم هذيك بلاستي ما تطلبش فيها إيش بيك يا معلم هذا موجود في تونس الكبرى موجود في تونس يلموهم في الكراب ولا في التاكسيات فلانة أحطها في البالماريوم أسمع فلانة كليونيتها في جامع الفتح فلانة قدام المسرح البلدي بكليونيتهم معروفين أنا يخدموا في إطار مجموعات إطار مجموعات يجي مثلا ذي في حومة مثلا شعبية اجا انت فلان جيب مرتك وجيب اختك وجيب كذا وهاي نهزكم نهارك ب 100,000 صاحبي والباقي تمدهولي ماشي ركب وتروح ركب اش باش يعمل هو زويلي ما عندوش وما هوش يخدم مش نعاون فيه اطراف قاعده تجربه مانيش نزين معناتها باش يمشي يتسول يهز ولده يمشي يتسول يهز ولده يمشي يتسول خاطر فاتوره الماء ماشي خالصه فرتوت الضو حياه ليله هنا وقريش و ديديكاس سعر حياة ليل وقريش واحلى حياة ليل واحلى قريش رجال اصحابنا ولا تحومتنا ما عندوش مسكين يخرج جابت وسط البلاد دقرة بتاق تعريف حياة ليل قريش يقول له واجه هنيه الساعة يفركته كان لازم يزيد الى سقل وتهمة علي ايش هي المشكلة خاطر ناس اسمها حياة ليل مهزوزة في اللفام ناس معتها تخدم يا حياة ليل تدخل لها مساكن اميتهم تبيع في الطابونة واللي عنده شوية فريب واللي ما نعرفش يلم في الدبابز يسخيلوها العباد لبس عليه في حياة ليل هاي في العاصمة معناتها الدرجين تقص جي في حياة ليل في قريش زويولة ما عنديش العباد كيفاش ترى توظيف الأطفال في واستغلالهم في التسول استغلالهم في التسول يجيو لبوه وامه تلقاهم على الحيط على الاخر بلغة التوانسة ما عندوش لا حول ولا قوة يغريه ايش اخويا قول له السبب يخليه معناها يتجرب ولد صغارك ويجا منا اخويا كل يوم عندك 100,000 اش باش يعمل هو لهنا لكرني نتاع دواء لا باش يشري لصغيره مثلا سبيدري ولا حاجه شهيها حتى شويه زلابيا ومخارق معناها يبدا ولده شهيها يقول له بابا زلابيا يعطيه سلبوق يضربوا عيب كلمه تعطيني بابا زلابيا عند الراجل المسكين فهمتي يا اختي ربي يفرج علينا اليوم غياب الاحاطه الاجتماعيه معناها غياب دور الدوله ادى لتفشي هذه الظاهره ادى على الاخر زاده 200 في الكونتير ومرشارير مكسر ما فهميش مرشارير اللي ما عندوش يموت في تونس تفهم فيا اللي عندك انت فلوس في ورقه تمشي تقضي تجعل 10,000 20,000 تقضي قضيتك في سبيطار في اداره في كل شيء اللي ما عندوش يعطيوه مثلا في سبيطار رونديفو بعد عام وتلقاه باش يتوفى بعد جمعه يموت حسيب وكاها وربي يفرج علينا على مط محمد وخسرنا بن علي برجولي الله يرحمه والله شنو يخليك شنو يخليك تقول خسرنا بن علي خسرناه خاطر بن علي كان يربي فكل الكروس الكبار ما جاش للزوالي جا للزوالي هز الحبس ما جاش للزوالي قلت لك عندي نسبه نتاع غله قبل ساشي عصير بدينار فيها حش عينيك 5 كيلو تهزي 5 كيلو عصير توا كيلو فلفل ب 5,000 الفريز توا البارح مشيت باش نشري الفريز قال لي ما عندكش باتيندا ما نبيعلكش الفريز وهي لا لغة باتيندا لا فما باتيندا فما 10,000 ولا 20 تحت الطاولة عبي الفريز وبر يخدم خذه ب 5,000 وبر بيعه ب 10,000 معناها الشكشوكة أرخص ماكلة في أرخص ماكلة قداش تتكلف الشكشوكة؟ تتكلف ب 5,000 لا أكثر بابا 5,000 نحطوا نلطفوا نلطفوا فهمك نحطوا نحن عائلة صغيرة فيها راس ورويس وعنده وليد صغير كيف السيد باش يعمل شكشوكة مش عيب هي الشكشوكة كلها نعمة ربي والحمد لله رتل فلفل ب 2,500 ورتل طماطم ب 15,100 قداش تكلفوه؟ 4,000 وربطة بصل حاشاك حاشا من يسمع ب 2000 فرنك هذوما 7,000 فرنك باش ياخذوا معاهم 4 باقيات بدينار 8,000 معناها الشكشوكة مش حقرة في نعمة ربي ناكلوا حتى الجريفيه نحن تونسي اليوم ما عادش خلط على الشكشوكه؟ ما عادش خلط عليها اختي يوزلك بكعبتين طماطم تقول لك تجيك مدام ولا طفله ولا مراه كبيره كعبه طماطم تقول لك كمان باش نقصها في السلطه اوزنها لي هكا فما نشم الطماطم وهكا فما نكته حمراء ولا نكتتين محطوطين في الصحن هكا طماطم هكا سلطه من غير طماطم انت قلت كنت عندك نسبه متاع غله اليوم ارتفاع الاسعار يا المشكل انا ما خدمتش اليوم ما مشيتش نسلع علاش؟ علاش؟ ما عادش نجم نسلع الغلة. كيلو الطبسون في بلاصتو ب 5,000. البنان في بلاصتو يبيعوه ب 5,000. يجي خويا شكون محتكر يشريه هو الكل ويبعثوك برا للفريقو نتاع فلان تو تاخذ البنان.
يبيع لك الكردونه ب 150 دينار، يصور فيك 30 40 دينار باش يبيع لك كردونه البانه. انت معناها ما عادش نجم تشري. ما عادش نجم نسلع ونخدم انا. من الغله وليت نشري في الخضره. كنت نشري في الفريز وفي التمسون وفي البانان والنصبه تبدا ما شاء الله، وليت نتبع في الخضره نجري على الزوالي. ما نمشيش بكري الصباح، مانيش نحكي برشا، قلبي معبي. المشكلة عند شكون في هذا؟ التاجر ولا الدولة ضعف الرقابة؟ برا ابعث الاقتصادية، ابعث خلي الحاكم يخدم، اجا اصدم انت على المرشي على البيعات الكبار بتاع البنان ومتاع التفاح. ضعف رقابة في مرشي الجملة؟ رقابة موجود، وفما اللي يخدم بالصحيح بضمير وكل شيء، أما الأكثرية تخدم بالرشوة يا خوي، يصدم على هباط يكشخ له 200 دينار يخليه يزيد يبوس. الرشوة في سوق الجملة؟ موجودة. ناحي كعبيت اللي ما يستاهلوش، فما كعبيت رجال تضرب على الخضارة ويضرب على الزوالي، أما الأكثرية احتكار. كيلو السردينة ب8000 أختي، اللي هي السردينة اللي اشتهاها البشر الصغيرات وياخذ زوز كيلو يسكتهم بها. ماني خديت لكم الحوت، فهمتي يا أختي؟ كعبة كيلو ورواتة، كيلو الوراتة ب20 دينار، معناتها عائلة فيها ستة من الناس يلزموا 30 دينار، كيلو الحوت ب40 دينار، كيلو جلبانة 5 دينارات، باش يعمل صحن جلبانة في شقال الفطر بالعلوش يلزموا 100 دينار، فهمت أختي؟ الكل مشكلة في ضعف الرقابة. مش في الرقابة بركة عاد، مش كل أو كلمة ذي اللحظة كاميرا تصور، نقول لك ما دام خلق ربي بعيد على ثنية ربي سبحانه باش يصير فيهم المسخ. والتسول اللي تحكي عليه انت، اللي يحب يتسول يتسول ربي سبحانه ويترجاه، ما يترجاش العبد، خاطر العبد هو ديما ربي هو اش قال؟ قال خلقت العبد للعباده فقط، خلقتك فاعبدني اكهو، فرزقك علي فلا تتعب، ربي قال هك. معناها ريتك العباد تطيش التليفونات هذوما وتركع الرب سبحانه في سيكوندا تهبط المطر وربي سبحانه يحلها في وجوه العباد الكل. ما دامنا نحن هكا بعيد على ثنية ربي، يا ودي فرعون باش يطلع لنا واحد اخر، وزيد بوتن هاو باش تولي وجونا بيه. تعتبر احنا كتوانسه بعدنا شوي على دي بعدنا شوي. هبل انت الرجال عملت واحد راهو مع مترافستيت، ولا الراجل ولا مراهم يقعدوا لهنا ويختاروا لك نهار الجمعه ويلبسوا. هادي راجل عامل اللطف يا ربي، البارع الجمعة اللي فات وليت نشاهد أنا في بالي، أقسم بالله شوف كيف تتفرج لهم العباد مفسدين وفساد يا معلم. والله اسمعني أكثرية الشعب بتاع تونس، أنا شباب نحكي معاك، أكثرية الشباب بتاع تونس كله توا يدور محربش ويدور متكيف الزطلة. نحكي معاك في حكاية صحيحة ودوريجين، راه يدور شيخ مقلع باش ما عادش يعدل. ما عادش يعدل على شنو؟ ما عادش يعدل، يعطيها في الليل تاك تاك تاك، يبدا يخمم الزطله اش تعمل له؟ تكلميه يقول تو يقول تو غدوه ينوب عليا يا ربي، تبدا تزين له هي تعطيه. الشباب يهرب من الواقع نتاعو بالزطله. اسمعيني يا عايش اختي يرحم والديك، تعطيه سعاده شوي، يقوم الصباح يزمو جونته نتاع الصباح باش يعاود يفرح. كي تكيفها تزيد تركبها له وهي تعمل له كيما عملت له في الليل، ويبقى كل يوم هكاك يولي يجري على الزطله. هاتا ونخدم هاتا ونعمل، وهي ديما تقول له اسمع غدوه راك باش تسلكها، غدوه باش تحلها. هذا مبرر باش الشباب يهرب. روحه مسكين وصل له عمره 50 سنه مطيش في اللافيني مبنك ولا في كافي باري ما عندوش حق قهوه، شي يولي يعمل لهنا؟ يولي يجلد يحقر هذا صغير متعدي يجي يدور ودور يقول له امشي ايش عندك؟ يمشي للحبس متعمد والله. عبيد ولا تحب تمشي ترمضن في الحبس؟ ما عندهاش متعشى ما تاكل، يقول لك نعدي ربطية انا اخويا اسمع ويحسبها راه عنده يبدا اقامه بالنسبه ليه الحبس يحسبها الربطية يقمرها نتاع شهر يقمرها يحسبها مثلا يشد واحد يعطيه تريحه اللي حكمها نتاع شهر بركه معناتها ليله العيد راه باش يسيبوا الرئيس يعطيه صراحه يروح ولا زاد يحسبها يقول لك نتاع عامين يمشي يعمل دار قام بعامين يمشي مثلا ينقص في دار يعمل موصوفه مانيش نحكي على الحبس ولا نشجع في العبيد على الحبس يمشي يعمل موصوفه فيها مثلا 100 مليون قداش باش نعدي فيها انا العبيد من كثره ما الحاكم يهج على العبيد يهز فيها باطل للحبس العبيد ولت قاريه اكثر من المحامي اللي باش يحامي عليه ولا القاضي كان راك جاي العبيد متعدي مسكينه مساكن مدمره ماشي يا ظلم
يمشي عادي عامين حابس يخرج يقول لك عندي 100 مليون هكا بتبيعته مجعل للفرقه هو 20 30 باش كي يروح ما يكلموهوش يخرج يلقى 50 مليون يعمل بهم مشروع ويعرس يقول لك انا عادي مريقد انا العامين هذوما في مرنقيه وشاوي بيه وهاني ندور يتسهوك يستانس بالحبس يمرض بالاعصاب ولا يولي يزيد يكذب زاد غاديك في الحبس يقول مريض بالاعصاب يولي كل يوم ومقلع في الحبس اخت يبدا ماشي يجي هاو تفرج في التلفزة هاو جبت كعبة نسكافية هاو ما نعرفش شنية تتعدى الربطية ويروح وربي يخلص وحال برشا عبيد مظلومة اختي ومتعدي على روسنا نحن التوانسة فماش حتى واحد في تونس مش ملكوع مش معدي حابس وماهوش متدمر وماهوش متغرب فما شكون مات الطم وابوه في الحبس روح خرج انتقم من روحه شد وجهه هلكو يعاقب في روحه اللي هو مشى له ظلم انا نعرفه معناتها كيما نعرف السيد اللي مقابلني مشى للحبس ظلم روح يلقى امه وابوه في الجبانه شنو هي حياته واختي لهنا مستانس يدخل يعيط يا طول يعيط لامه تقول لي وتقول له واني لهنا ما لقاهاش باش يتيح للمخدرات للشراب حتى الشباب توا حتى باش يعرس ما عادش معرس انتوما خلينا نكمل هذايا ونمشي على روحي البنات وليت واهقة من الشباب علاش تلقاه رجلة ويحبها وحنين ويكبش فيها ما يسلمش ويعارك عليها ويعملهم الكل من بعد كي يجي ودارهم ولا فاميليتها يقولوا لها اي بيه يا راجل معاك ويحبك ومحليه ولد اصل متربي باش تعيش يا كلبه يقولوا لها انت ما كي نهار اخر ما عندوش هو باش تجي ترمي علينا صغارك لهنا نعانيوك بري يمشي بطلي بري بطلي تو يجيك واحد اخر بخدمته لابس عليه تولي تضحي بك الحب هذاك وك التعب هذاك ورجلة البشر هذاك خاطر العيشه في تونس اختي ما ثماش وسلعه صديره للحياه الفقيره والخطيره.